واحنا بنلعب كوره، ايوه فايه السطح اللي احنا السطح بتاعنا مسلح، السطح اللي جنبنا البيت اللي جنبنا كان بالبوص ولسه ما عملوش المسلح اللي هو عروق بيبقى الخشب دي. خشب وحاجات كده. فالكوره قامت جت ناحيه ايه، وانا حياتي الكوره، يعني كان حلم حياتي ان العب اطلع لعيب كوره. طب ما فيش اي حد يكتشف سامح حسين يدخله في اي نادي ولا نادي حاجه؟ مركز شباب حتى متهيألي ممكن ندخل تقف جون يعني. فالكوره اتحدفت شويه على ايه، على السطح بتاع الجيران. فهم نقوا بقى، ولاد خالتي نقوا الاخف ريشه، اللي هو الريشه أيوه. يعني. الجوكي قالوا لي سامح انت اللي ايه، انت اللي تنط. فقلت لهم 100 100. انا ماشي فجاه لقيت نفسي في الصاله تحت عند ناس بياكلوا. المفروض امشي على عرق خشب كده، فمشيت على عرق خشب وجاي الكوره كده، فقمت جاي كده عشان اجيبها. والله وجابوا لي بقى دس الخط، الناس اللي كانوا بياكلوا اصلا تحت بعتوا جابوا لي وش صفر وبتاع. فجاه لقيت نفسي جنب الطبليه.